والحديث عن جدول مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم ينضم إلينا مراسل الإخبارية سلمان القرني. صباح الخير سلمان. ماذا عن سير أعمال جلسات اليوم في مبادرة مستقبل الاستثمار؟ نعم جنار، انطلقت أمس فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار وحظيت بالعديد من الاتفاقيات والأحداث المهمة وورش العمل. الحضور تجاوز 3500 مشارك من 88 بلد حول العالم بحسب المنظمين. كذلك هذا المؤتمر يأتي أو هذه المبادرة تأتي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريف الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبرئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة. هناك العديد من الاتفاقيات، كان من أبرزها إطلاق مدينة نيوم والتي أعلن عنها سمو الأمير محمد بن سلمان والتي سيتم الاستثمار فيها خلال السنوات القادمة بأكثر من 500 مليار دولار. مبادرة مستقبل الاستثمار في جلسة أمس افتتحها معالي وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد القصبي والتي تحدث فيها عن الاقتصاد العالمي والشراكات. كذلك تلاها في جلسة أمس أو في اليوم الأول العديد من المبادرات، وكذلك ذلك بالنسبة للجلسة الأولى تحدثت فيها مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عن الاقتصاد العالمي وكذلك عن العديد من المؤثرات التي ربما ستؤثر في حركة الاقتصاد بشكل عام، منها التغير المناخي وكذلك عدم المساواة في الفرص الممنوحة. كذلك تحدث المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة ياسر أرميان عن الجهود التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة لجذب المستثمرين إلى جانب وكذلك لبحث الفرص التجارية الموجودة في المملكة وكذلك لتقديم الفرص المتاحة في الاقتصاد السعودي. كذلك ذكر ياسر رميان أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك أصول بأكثر من 230 مليار دولار ويحقق عوائد ما بين 4 إلى 5%، وأنه خلال السنوات القادمة سيطمح للوصول إلى 8%. كذلك توالت الجلسات في مبادرة أو في المبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الأول بالجلسة الثانية والتي تحدث فيها كذلك العديد من الوزراء. كذلك شهدنا توقيع العديد من الاتفاقيات ما بين الشركات العالمية، شهدنا حضور اقتصادي كبير على كافة المستويات، ولكن لم يقتصر الحضور الاقتصادي فقط بل شهدنا حضور سياسي. شهدنا حضور رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير والذي أشار إلى رؤية المملكة 2030 وإلى ما تحمله من العديد من المبادرات الإيجابية إلى المنطقة. كذلك بالنسبة هناك توقيع العديد من الاتفاقيات ما بين الوزارات والجهات الحكومية وكذلك شركات عالمية. شهدنا توقيع اتفاقيات ما بين وزارة الطاقة والنقل والصحة وكذلك مع شركة سيمنز الأمريكية وكذلك العديد من الشركات. لا زال المبادرة تستمر في يومها الثاني على التوالي والتي تحمل في طياتها العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة وكذلك الشراكات. لا زلنا ابتدأت قبل قليل الجلسة الأولى ولا زلنا بانتظار الجديد وسوافيك بالعديد من التفاصيل خلال الجلسات القادمة. من هنا كان معنا مراسل الإخبارية سلمان القرني، شكرا جزيلا لك.